الرسالة اللي احنا سمعناها من خلال هذا العرض هي رسالة سلام للعالم، رسالة محبة، رسالة كل الأديان هي السلام والمحبة، ومنظومة القيم الحاكمة لكل الأديان هي واحدة، وده اللي بنأكد عليه على أرض سانت كاترين. استغلال السياحة الدينية بشكل صحيح من الدولة المرة دي، شافوا الأداء المميز اللي شفناه النهاردة، شايفه عامل ازاي؟ أنا شايفه أداء موفق جدا، وبإذن الله تنهض مرة ثانية السياحة.